اربع اطباق اهم. الدكتور يقول لك مثلا بيك كولوني فروم ال اف على ماكونكي او ال اف على كليد. انا عندي اللي بيهيدوا لكم في الامتحان زي الامتحان اللي فات، يا اما ماكونكي يا اما كليد. الماكونكي بيفرقوا عن الكليد ان انا بزرعاه ايه بليتنج اوت تكنيك، شايف برايمري سكند تريشري كواتر. المزروع زجزاج ده ايه كليد. الماكونكي روز بينك كولوني زي دي كده يبقى دي ايه ال اف، بيل كولونيز يبقى دي ايه نون ال اف. الكليد لو لون اصفر والزجزاج بقى ال اف، لون بيل اللي هو لون الكليد اصلا نون ال اف. ماشي. طب لما اجي اسحب من الزجزاج بقى اسحب ازاي؟ انا هقول لك اهو. سي ان انا قلت مثلا الدكتور قال لي خد من ماكونكي، هقوم واخد انا عندي ايه برايمري وسكندري وتيرشري وكواترني، اخد اللي عليه سيبرت كولونز او اخر واحد باين. انا مثلا شوف هنا 1 2 3 4 شايف الكولونز هنا، لو جيت مثلا على البرايمري اصلا مفيش، انا مش شايف كولونز اصلا عشان اخد منها السيبرت كولونز، الكولونز كلها سايحه في بعضها. السكندري برده كله سايح، التيرشري سايح، الوحيد اللي فيه سيبرت كولونز هو الكواترني. هو هنا مش باين قوي عشان احنا واخدين منه، بس لو لاحظت بص ادي واحده اهي وادي واحده اهي وادي واحده اهي. تمام. يبقى اخد من هنا سي. انا دخلت الدكتور قال لي خد من على كليد، الكليد ده مزروع خطه في النص وحواليه زجزاج، اخد من السيبرت كولونز برده. شايف دي 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 ما لقيتش. لا لازم اللي هيجي لكم في الامتحان يبقى فيه. ماشي. ما خدش بقى من البرايمري ده نهائي. ده البرايمري. شوف الكولونز كلها لازقه في بعضها، اخد احاول اخد من سيبرت كولونز زي هنا 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 هنا. تمام. عندي اجيب سلايد نظيفه اهي واحط عليها نقطه ميه، احاول اخلي البستير ما تلزقش في السلايد. ماسكه السلايد غلط بس مش مشكله، هو ده اهم في بتاع في التسخين. ماشي. هو صح، هي المفروض تتمسك كده. استنى اجيب لك واحده ثانيه كده سلايد اهي. شايف البستير ما ما تلزقش في السلايد. ماشي. ما تلبسهاش يعني. ما تلمسهاش عشان ممكن تبقى كونتامينيت. اوكي. سي مثلا هاخد الاف على ما كنت اخد ده، انا باخد تاتشاي بايه باللوب. اللوب بيتمسك ازاي اهو زي القلم. ينفع احط اللوب جوه الطبق من غير ما اعقمه؟ ما ينفعش. بعقمه ازاي؟ باست ان ذا فليم انتل ريدنس. ابدا منين؟ الاول هوريزونتال فروم ذا جانكشن بتوين واير اند هاندل لغايه لما اوصل الرنج. الرنج احمرت اقوم قلباه فيرتيكال زي اهو. شايف. وبعدين فيرتيكال. ينفع ادخله دلوقتي جوه الطبق؟ لا ما ينفع، لازم اسيبه شويه يبرد. ابرده ان انا اعمله بس كان الحركه دي. افتح بقى الطبق بتاعي وياخد السبرت كله. ماشي. واقفل الطبق، مش عاوز الطبق خالص. عندي السلايد اهي، افرد ازاي؟ افرد ان سيركلر مانر ان وان دايركشن. تمام. في الثلث الوسطاني من الشريحه. اوكي كده خلاص فردت ال، بس مش اللوب من ايدي غير لما اقعد. ايوه. قوم مع امام بنفس الطريقه خلاص، مش لازم ابرده بقى لما عادش محتاجاه احطه. انا خملت خلاص تلات ازايز بس مش اربعة، مش زي الجرام كنا بنلاقي اربع خطوات بالاربع ازايز، لا هما دول اربع خطوات بس هما محطوطين في تلات ازايز. ماشي. الازازة الرابعة دي بتاعتي لا هما تلات ازايز مش هما مكتوب عليهم اصلا. بص ايه ده ال، بص ايه مسكشن كربون فوكسين اهو، وده دي كالرايزر، وده الميثيلين بلو اللي هو الكاونتر ستين. ماشي. اول خطوة عندي ايه؟ كونسنتريتد كربون فوكسين. هو احنا هنبدا يعني لما تيجي لي دي هبدا من اول هنا ولا ابدا من اول برضه؟ لا هيجي لك دراي فيكسد فيلم جاهز. يعني هبدا من اول هنا. بقوم مغرقه الشريحه كلها من اولها لاخرها. شايفين لغايه تشوفوا ما يحصل الستين نفسها نزلت. ماشي. بعدين تيجي بعدها خطوه ايه؟ ان انا اسخن بقى. بقوم حاطه القطن في السبرتو وبعدين عاديها في النار. عديتها في النار قوم بسط اندر ذا سلايد. المفروض ان الخطوه دي بتفضل قد ايه؟ 15 دقايق. ماشي. شايفين ان طلعت الدخان، هو المفروض ما يبقاش
الستين عشان هو بس معوج فالبتاع بتاعه. افضل اروح واجي كده 15 دقايق، اول ما يطلع دخان ارجع، بطل الدخان ارجع تاني ماشي، وبعدين اطفي لغايه لما الدكتور يقول لي ايه خلاص الخطوه دي خلاص انه مش هيفضل معاك 15 دقايق ماشي. بعدين اعمل ايه؟ اعمل ووش. عملت ووش اهو، شايفين الفل بقى لونه ايه؟ لونه احمر، لون الصبغ اللي انا حطاه. بعدين اعمل ايه؟ خطوه ايه؟ دي كالرايزر، اضغط واسحب، شايفين اخد اهو، احط برضو على الشريحه كلها واسيبه قد ايه؟ 15 دقيقة. لا دي دقيقتين تمام، سيبوه دقيقتين وبعدين اعمل ايه؟ اعمل ووش. شايفين الفيلم بقى كانه مش موجود صح؟ بقى كده انا عملت دي كالرايزيشن كويس. سي ان انا عملت دي كالرايزيشن ولقيت اللون لسه موجود ومعمل الخطوه دي تاني ماشي؟ واعمل ووش. اخر خطوه بقى عندي اللي ايه؟ الميثيلين بلو اهو، وغرق برضو الشريحة. خلي بالكم بس وانتوا في الامتحان عشان ما تعملوش كده وانتوا دايما، خليكم جنب الحوض ماشي، بسيبه دقيقة لدقيقتين وبعدين اعمل ايه؟ ووش. اي خطوة لازم يبقى بعدها ووش ماشي. شايفين الفيلم بقى لونه ايه؟ ازرق، لون الكاونتر ستيت. ينفع احط الشريحه دي كده دلوقتي تحت الميكروسكوب؟ ما ينفعش، لازم انشفها. بنشفها ازاي؟ بمنديل او بورقه فلتر بيبر، ونحطها ونبس طبع عليها حاجه بسيطه، احط عليها نقطه السيدر اويل واشوفها تحت الميكروسكوب بس، مش هيجي لكم ان انتوا تحطوها. الهاند سويبنج ماشي، الهاند سويبنج اتعمل ازاي؟ ده كله الاسبوع الجاي على الاساس ده. المفروض ان احنا هنجيب الطبق كده ونقسمه، نقسمه اهو ماشي، وبعدين هنكتب عليه ارقام، كل واحد بقى فيكم يعرف ماشي. تمام، هنعمل ايه؟ هنعمل هاند سويبنج. لما نيجي نعمل هاند سويبنج نعملها ازاي؟ هنعمل من البالم ماشي، نتاكد ان احنا اخدين من الكريزس تمام، ما بين الاصابع من الدور، من افتح الدورزم كمان ماشي، كمان منين بقى اهم حاجه؟ من اللي هي الفينجر ويبس ماشي، وكمان تحت النيل كمان، لو في نيلز او ما فيش نيلز يبقى من الفينجر تيبس ماشي، يعني من اي كريزس ومن ايه؟ ومن البالم والدرسم. بعدين اقوم عاملها ايه؟ بس من البالم يعني مش شرط، ما هي اكتر ما بتجمع فيها يعني، خد الكريزز برضه ماشي. وبعدين هقوم ايه؟ هقوم عاملها سويبنج دي كده، وانا بعمل سويبنج الف الايه؟ الف السواب كلها ماشي، يعني مش هعمل كده خلاص، احط الخير كله. ايوه مظبوط. تعمل ايه؟ بتاخد شويه كده على عينك، وبعد كده بالم تو بالم ماشي كده، غسلت ايه؟ جزء الهند، بعد كده بالم تو درسم وسفنجر ويبس كده ماشي خلاص. ده كله يا دكتور ولا ايه؟ ده كله خلاص. بعد كده ايه؟ بالم تو درزم تاني ماشي وسفنجر ويبس كده، انت غسلت السايدز بتاعت الايه؟ الفنجر. فاضل دول ما تغسلوش كويس، الفنجر تبس. فبتعمل كده، او بديل عنها ان انت تعمل كده كده، يعني هي الهدف منها ان احنا ايه؟ نغسل الجزء ده. ممكن تعمله كده كده. فاضل ايه؟ لسه ما تغسلش برده السامبو، فاضل ايه كمان؟ تبس ماشي، المنطقه دي كده خلاص. وبعد كده ايه؟ بتجيب الصمغ من تحت كده. ده امتى بنعمله يا دكتور؟ قبل العمليات يعني؟ دي اسمها، في حاجه اسمها الفايف مومنت اللي بتغسل فيها ايدين، اللي هي قبل ما تكشف على بيشنت، بعد ما تخلص، لو انت بعد ما غسلت ايديك لمست حاجه، لمست سيرفس، لو انت بتعمل بروسيدور فيها مثلا ايه، هتركب كاسيتر، هتركب تسيب جزء من بودي بتاع البيشنت، في حاجه اسمها هي الفايف مومنت، مش مشكله دلوقتي، المهم خلينا في الايه؟ في السكيل نفسها. يبقى اول حاجه بالم تو بالم، بعد كده بالم تو دورسم، بالم تو دورسم والفينجر ويبس، بعد كده بالم تو بالم تاني كده ايه؟ غسل اللي هو السايدز بتاعت الفينجر والويبس ماشي، بعد كده كده اللي هو الايه؟ الباك بتاع الفينجر، او بديل عنه ان انت هتعمل كده وكده ماشي.
يعني هتعمل كده ماشي. المهم كل الاجزاء بعد كده اللي هو الصم وايه كمان والفينجر تيبس. اخر حاجه الريست علشان تاخد تقريبا 30 ثانيه. لو عملت كل الحركه من دول خمس مرات هتلاقيك ايه في الاخر وصلت ل 30 او 35 ثانيه. ماشي اعملها تاني.